نحكي أكثر. تنضم إلينا ديالا الهنداوي، سيناريست ومخرجة من ليون فرنسا. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. ديالا، برأيك يعني شو أهمية السينما بشكل عام بنقل واقع السوري للجمهور الأوروبي؟ هلا من صار لي 7 سنين بفرنسا صراحة، وخلال 7 سنين كنت دائما أطرح السؤال بشكل دائم، إنه شو بتعرفوا عن السينما السورية؟ شو بتعرفوا أفلام سورية؟ دائما الجواب كان هو إنه يا ما بنعرف يا ما بنعرف فيلم واحد، وكنت دائما أحس إنه هذا شيء، كنت أحس إنه خسارة، لأنه أنا بعرف إنه نحن عنا شغل موجود، بعرف إنه في ناس عم تشتغل من قبل ومن بعد الثورة كمان، في جيل جديد عم يعمل شغل كتير مهم، بس ما عم نسمع عنه، ما في دعم لهذا الشيء. إجا هذه الفعالية أو هذا المهرجان بوقته يعني لعرض هذه الأفلام على الجمهور الفرنسي؟ نعم. يعني إجا هذا هذه الفعالية إجت يعني بوقتها، عم أقول لعرض هذه الأفلام على الجمهور الفرنسي. تماما. طيب احكي لنا، عارفين لنا أكثر ديالا عن المنظمين لهي الفعالية، وشو أهدافها خلال هاي الفعاليات اللي عم يعملوها؟ هلا أنا معي سارة خنطار وصبية فرنسية اسمها لور. سارة خنطار هي مصورة، وهي اللي بلشت أساسا الشغل على عيون. كان أول شيء بخص المصورين بسوريا وبرا سوريا، إنه تعالوا نشوف شو في أبعد من الصحافة، وتعالوا نشوف نحن شو عندنا مصورين بيقدروا يشتغلوا شغل له علاقة بالستوري تيلينج. بعدين قررنا إنه ليش كمان مو السينما؟ ما هي نفس الشيء، في رقابة كتير كبيرة عليها بسوريا، شبه مستحيل تعمل أفلام وأنت حر فيها تماما. فإنه ليش ما حتى نحن نكون مساحة تقريبا بديلة لحتى نقدر ندعم، لأنه نحن كمان فنانين سوريين وبعدنا صغار وكل هدول القصص، وبحاجة إنه نكون على صلة أساسا مع الفنانين اللي جوا. يعني نحن حابين نبني جسر بين سوريا وتقريبا كل العالم، إنه نحن عم نشتغل، ونحن بأوروبا صار كثير خبرات، وبتركيا وبلبنان صار في كثير ناس كمان عم تشتغل، وكمان بسوريا في ناس عم تشتغل، بس هي ما قدرانة توصل لبرا. طبعا صحيح. وشارك بالأفلام اللي شاركت ديالا، نوعيتها أكثر فيلم حسيتي لامسك فعلا؟ هلا نحن اخترنا الأفلام سوا، ف كنا قاصدين انه نختار شيء مختلف، انه نقدر نورجي اكثر ناس مختلفين قدر الامكان. يعني مثلا عندنا انس خلف ورنا زكزك، هن اشخاص بيشتغلوا سينما كثير من زمان، عندهم خبره كثير كبيره. وبنفس الوقت الناس صفا اللي هي صبيه سوريه عملت فيلم وهي عمرها 18 سنه بلبنان، صورت غرفتها لحالها، كثير فيلم لامس القلب ببساطته وبصدقه. فكان في اختلاف، حتى انه فيلم انيميشن جلال مغوط من اهم الفنانين السوريين اللي بيعملوا انيميشن، وبنفس الوقت في رند بوفخري اللي هي صبيه سوريه بتعمل افلام هي ببلجيكا، مجد حفيري وأسامة حفيري اللي هن اخين، بعرفهم انه انا كنت صغيره بالحاره، صاروا يعملوا سينما ببرلين وهيك. هي كمان تنوع كان تماما، قصدنا كرمال يكون غني اكثر ونورجي انه اوكي في كل هذا الشغل. تماما. طب كيف كان تفاعل الفرنسيين وهن عم يحضروا الافلام؟ يعني حضرنا بعض الاراء، ولكن الجو العام كيف كان بالاثناء الفعاليه وبعد عرض الافلام؟ هلا انا صراحه للاسف ما قدرت اكون، كان عندي شيء كثير مهم بغير مدينه، بس اللي الشيء الصدى اللي سمعته من ساره ومن غير اشخاص منك هو انه هو كان كثير حلو، انه تعرفوا على اشياء بالعاده ما كانوا بيعرفوها، في ناس ما بتعرف اساسا انه هذا الشيء له وجود عندنا، يعني متوقعين انه خلص ما في السينما، لا ما إلى وجود فعليا عندنا. فايه فكان حلو. صحيح، كثير مهم انه نعرف على قضيتنا عن طريق الاعمال الفنيه فعلا. ديالا، شو اخر اخبارك؟ شو عم تحضري؟ احكي لنا. هلا انا عم اكتب فيلم طويل بتصير احداثه بسوريا، وعن بنت صغيره عايشه بدرعا، انا اصلي من درعا، فعم احكي عن بنوته صغيره عايشه هونيك، وبرجي شيء بصير قبل الثوره، وبتيجي لحظه الثوره اللي هي شوي بتغير لحياتها.
وهيك كمان في كم مشروع فيلم قصير وثائقي، صورت واحد من جديد بلبنان مع صبية صغيرة اسمها فاطمة، وصورت عائلتها عايشين هنا بخيمة، وتعرفت عليهم وصورتهم بيومياتهم. امتى رح يشوف النور هذا العمل؟ هذا بتخيل قريبا، هلا بلشنا المونتاج وبتخيل قريبا. كل التوفيق ليلك. شكرا ديالا الهنداوي، سيناريست ومخرجة، كنت معنا من فرنسا. نهارك شكرا. سعيد. شكرا لك، نهارك سعيد. مشاهدينا فاصل، نرجع حتى نكمل صباح سوريا مع بعض.